اليوم. وفي خبر آخر، ضمن المسرحيات العربية والخليجية التي تقام لأول مرة في موسم الرياض 2023، شهدت منطقة بوليفارد سيتي انطلاق عروض مسرحية صوابع زينب، وزميلنا محمد الحسيني التقى أبطال العمل ونقل لنا أجواء المسرحية في التقرير التالي. يعني أنا دايما بقول أنتوا ما شاء الله عندكم حاجتين مهمين قوي. أول حاجة الإبهار، الإبهار في التقديم، البرزنتيشن عندكم رائع، مهتمين بتفاصيل صغيرة ممكن تعدي على ناس كتير. عندنا خشبة المسرح، عندنا أحدث صوت، أحدث إضاءة، كل حاجة جديدة حديثة من الآخر، حاجة الأبديت. عندكم الجمهور المتشوق، الجمهور المتشوق للفن، اللي عطشان للفن. هي المسرحية كوميدي خفيفة، بتتكلم عن موضوع مهم بالرغم انها كوميدي، لكن هو الست هل ينفع ام لوحدها تربي بناتها ولا لا؟ ده باختصار يعني. هو الموسم انا الحمد لله رب العالمين، انا من اول الموسم ما اتفتح كل سنة بيجي، بس أنا لاحظت حاجة جميلة جدا، إن الموسم كل سنة بيتطور، الموسم كل سنة بيفاجئنا بحاجة جميلة جدا. فالواحد طبعا فخور إن في الوطن العربي في حاجة اسمها موسم الرياض، في تطور مستمر، الموضوع بيكبر أكبر وأكبر، وأتمنى إن هو يكبر لحد 100 سنة، فدي حاجة جميلة جدا يعني. صوابع زينب، صوابع زينب، هي زينب الأستاذة العصبي، والمسرحية دايرة في إطار كوميدي، إن هي أم مصرية عندها 3 بنات، كل بنت عندها مشكلة معينة بتخليها يعني ما تتجوز، فبتحاول على قد ما تقدر في إطار كوميدي إن هي تحل مشاكل البنات بتاعتها عشان تتجوز. أنا واحد من ضمن خطاب بناتها، وهي حطت زي عقدة كده إن هو لازم البنت الكبيرة تتجوز، فإحنا بنحاول على قد ما نقدر كخطاب بناتها إن إحنا نجيب عريس للبنت الكبيرة عشان إحنا نتجوز برضه. طبعا ده في اطار كوميدي. تجنن صراحه، انا حاسه نفسي ان بجد مش هزار، رياض المره دي يعني كل ماده بتبقى في تطور اكتر واحلى كتير، وعاملين حالات مختلفه وعاملين شكل مختلف وعاملين زي بتقول فرايتي، حتى كمان بالنسبه للاطفال، الاماكن، المطاعم، الكافيهات، كل حاجه فيها جديده، وتحس ان انت في هوليود يعني. فانا بصراحه فخوره جدا جدا، وانا بحيي طبعا معايا المستشار استاذ تركي الشيخ، وبقول له بجد انا بحيي جدا على المجهود الكبير اللي انت عامله، فعلا ده حقيقي.